صدر الوطن وغرز مخالب حقه عميقة في وحدته وسيادته وأمنه، ومثل بأعماله الوحشية وقتله وديمومته معالم المؤامرة التي جاءت لتقضي على كل شيء. فلولا فتوى المرجعية الخالدة واستجابة الشعب ويقظة الأصدقاء كانت قصة الصمود وشجاعة أهل آمرلي مصداقاً لتلك الاستجابة والشجاعة الفريدتين. فجاء مسلسل آمرلي كأكبر عمل درامي ملحمي يجسد ذلك الحدث الخالد ويرسم ملامح ذلك الصمود والصبر والشجاعة الفريدة. إذا السادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمناصب، أهلا وسهلا بكم وبحضوركم البهي، نورتم المكان والحدث وأيضا الزمان. نرحب بكم أجمل ترحيب في حفلكم هذا، حفل الإعلان الرسمي عن مسلسل يتحدث عن أعظم قصة صبول وبطولة. إنه مسلسل آمرلي الذي بأمر الله وعونه شق ديادي الظلم وأشرق كعمل درامي ملحمي كبير بنجومه وقصته وأحداثه. إذن أهلا وسهلا بكم جميعا، أجدد الترحيب بكل الحاضرين هنا معنا لهذا الإعلان الرسمي. أما بداية فدعوني أرحب بكلمة مجلس إدارة شركة فيروزة يلقيها على مسامعنا السيد حسن الموسوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب مليئة المحبة وأفئدة تنبض بالمودة، نقول لجميع السيدات والسادة مع حفظ الألقاب والسمود أهلا وسهلا بكم وطاب ممشاكم، حضوركم زادنا فخرا وسرورا. اجتمعنا اليوم لنشارككم فرحتنا بوليد شركتنا مسلسل آمرلي الملحمة البطولية في 21 حلقة تروي قصة أناس وقفوا بوجه أعتى العصابات. آمرلي الوليد الأول لفيروزة في مجال المسلسلات ولن تكون الأخيرة، إذ تطمح شركتنا وهي شركة عراقية تعمل في مجال الإنتاج الفني إلى رفض الوسط الفني بأعمال ترتقي لمستوى ومكانة العراقي أرضاً وشعباً إن شاء الله تعالى. شركتنا دخلت هذا الوسط من خلال عمل فريد ونوعي، إذ كان بداية العمل مسرحية قيامة الأرض، المسرحية الميدانية الأولى في العراق وبحضور يومي يقارب 5000 شخص والتي نفذت لخمسة مرات خلال السنتين الماضية، إذ كان نصيب بغداد عرضين وبعدها البصرة الفيحاء ثم حلتي والكربلاء، والعمل الآن جاري في الموصل الحدباء التي ستشهد العرض خلال فصل الربيع من هذا العام. إن فيروزة لم تكتفي بهذا المجال وتحد من نفسها، إذ نفتخر إننا نعمل أيضا في مجال الإنتاج الموسيقي وصناعة الأفلام الوثائقية وغيرها من الإنتاجات التي يحتاجها الوسط الفني والسوق العراقية. أيها السيدات والسادة الحضور، إن فيروزة للإنتاج الفني لم ولن تقف عند جغرافيا محددة، إذ كان قرار مجلس الإدارة أن نستفيد من كل الكفاءات الموجودة سواء كان في داخل العراق أو خارجه لتقديم رسالة فنية تلاقي استحسان المتابع. وخير مثال آمرلي. آمرلي المسلسل الذي جمع نخبة من الفنانين العراقيين والأجانب، وكان المنتج إيراني والإخراج سوري وفريق الإنتاج مشترك ما بين عراقي وإيراني وسوري، يمثل خير مثال لنهجنا. أستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر والثناء للزملاء الأفاضل الكرام الذين تعبوا وساهموا في تقدم الشركة وإعلاء شأنها واسمها، كما أنهم كانوا دائما نعم العون والسند لنا في جميع أمور العمل. فقد مرت هذه السنوات وهؤلاء الزملاء الأفاضل يحملون على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بالشركة، فشكرا لكم. ختاما
ولا ختام للنجاح. في هذه الساعات نقدم لكم نموذجا مبسطا لما اودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والاكرام، كما نتقدم بوافر الحب والتقدير الى ابناء مدينه امل الصامده الابطال الكرماء الذين جادوا بانفسهم واصبحوا مثالا يعتدى به. ولا نقول وداعا ولكن نقول الى لقاء متجدد بنتاج فني اخر ان شاء الله. ولكم سلاما عاطرا كما بدانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم صار 20 سنة.
أما الآن فيتفضل نقيب الفنانين العراقيين السيدة جبار جودي لإلقاء كلمة مشكورة. مساكم الله بالخير جميعاً، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المحفل الفني الوطني. حقيقة قدمت نقابة الفنانين العراقيين كافة التسهيلات لفريق عمل المسلسل، وحقيقة يعني ما يدعو للفخر أن هذا المسلسل يتناول قصة مدينة آلت على نفسها أن لا تدخل إليها رجسا من شرور داعش، وصمدت صمودا يثلج القلب. شكرا لكل من قام بجهد ولو بسيط في تقديم هذا العمل الفني. شكرا لهيئة الحشد الشعبي التي أسهمت، مديرية الإعلام وكل القواطع التي أسهمت في توفير أنواع الدعم اللوجستي، حتى أنني طلعت على بعض المشاهد وكأنها حقيقة ماثلة للعيان. وشكرا لوزارة الداخلية وأجهزتها بكل صنوفها التي قدمت أيضا الدعم لهذا العمل الفني. نتمنى على كل شركات الإنتاج أن تحذو هذا الحذو في تقديم كل ما هو وطني يعلي من شأن وقيمة الإنسان العراقي. الشكر الجزيل للسيد جبار جودي على ما ألقاكم كلمة. أما الآن فدعونا نرحب بالمخرج الكبير الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد لإلقاء كلمته مشكورة. مساء الخير جميعا. أنا كثير سعيد رجعت التقيت بأسرة مسلسل أحمد. الحقيقة كانت هي مشكورة. طبعا قصيت لأنه عن جد كنا كأسرة واحدة، إن كانوا بالعراق إن كانوا بطهران، فأنا ما حسيت حالي بعيد عن أسرتي. هاي الأسرة كانت محبوبيني، هذول كانوا شركائي لهذا المنجز الفني. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. حقيقة أنا بدي أشكر الشركة اللي أنتجت هذا العمل. أنا ما كنت بعرف اسمها بلا حدود، هلا تفاجأت. فيروز، فيروزة. شكرا لكل التسهيلات اللي قدمتها لإنجاز هذا العمل. بدي أشكر الفريق الإعلامي أو فريق مثل الدكتور علي اللي ساهم بتقديم الدعم اللوجستي بالعراق، وكافة الشباب اللي كانوا موجودين، الفريق اللي كان معنا في إيران كمان بشركة بلا حدود على كل الدعم اللي قدموا والتسهيلات اللي قدموها. هلا أنا بدي أحكي عن هذا المسلسل. أول ما عجبني النص اتفق معي صديقي وافي المنتج المخرج أمير وزير بوجه له تحية في دمشق. أنا أول ما قريت هذا النص حسيت عم بقرا ليس مسلسل وإنما فيلم سينمائي. فأنا بشكر الكتاب يعقوب تايه والفريق اللي معه اللي شاركوا بهذا العمل. حقيقة أنا وقت قريت هذا العمل رجعني لورا لشيء 20 سنة. أنا كنت ضمن فريق مسلسل اسمه التغريدة الفلسطينية إذا بتعرفوا. أنا كنت مدير التصوير والإضاءة طبعا. دائما القضايا الكبرى لما نعالجها بشعارات عريضة طنانة ما بتكون حقيقية أو ما بتكون قريبة من وجدان وقلب المشاهد. بالتغريدة الفلسطينية إذا كنا نذكر كيف عرفنا القضية الفلسطينية من خلال أسرة بيت أبو صالح، وكيف تهجرت هاي العائلة، كيف عانت من الأقطاع البرجوازي الفلسطيني، ثم أتى الاحتلال الإنجليزي، ثم أتى الإرهاب الصهيوني اللي هجر وانتشر في الأصقاع في المخيمات. من خلال هذه الأسرة
عرفنا شو صار بفلسطين. مسلسل الأهوال كثير بيشبهوا على فكرة. بيشبهوا بالحالة مو بالعنوان الغربي. من خلال أسرة عراقية، أم رافد وابنها رافد صحفي وزوجها الدكتورة هالة، بيصير معهم حدث، بيروحوا لأمريكا وبتصير هنيك الحصار، بتصير المجاعة والعطش وبتدور أحداث هاي الحكاية. هلا هاي الحكاية هي معنى كل الحكاية، هي جزء من الحكاية. الحكاية الكبيرة فيها حكاية كثير، أنا مرة واحدة من الحكاية. في حكاية حدثت في الموصل، بتدريب، بشمال العراق، بحلب، بدمشق، بتدمر، بجنوب لبنان، وباليمن. وهلا مستمرة هي الحكاية بغزة. وصمود أهل غزة الآن كثير بيشبه صمود أهل أمرلي. هون داعش وهنيك الإسرائيليين. وجهين لعملة واحدة. وجه للموت ووجه الإنسان الذي يحب الحياة ويحب بلده. الحياة كل الشكر لأهالي أمرلي اللي نحن بسببه درنا سالم المسلسل، والرحمة لجميع الشهداء اللي ضحوا بأمرلي لقدرت أمرلي تصمد لهذه الأيام الطويلة اللي عانت من جوع وعطش. بيشكر الفريق الفني اللي كان معي، إن كان بالعراق، إن كان بإيران، إن كان بفريق الإخراج من سوريا، اللي ساعدوني على نسج هذه الحكاية، وأتمنى أن أقدر أقدمها وتكون قريبة من روح ووجدان الإنسان العراقي. بطل أمرلي هو الإنسان العراقي. صمود هذا الإنسان هو اللي أدى لهذا النصر. لا يوجد نصر بدون تصميم وعزيمة شعب. كل التحية للشعب العراقي، محبة خالصة مني بشت لكل العراق. شكرا لكل زملائي الفنانين اللي كانوا شركائي بتقديم هذه الحكاية. تحية لكم وشكرا. يعني أكيد في جهد جماعي، في شركة منتجة كبيرة حققت هذا الشرط، في مكتب الدكتور علي الخفاف قدم الدعم اللوجستي، في فريق إيراني، شركة إيرانية كمان كانت شريكة بصنع هذا الفريق الجميل، اللي قدم الفريق الفني من العراق اللي كان الفريق الكادر التمثيلي. إن شاء الله نكون هيك نقدر نوفق إنه يطلع عمل حلو. يعني عمل يعتبر من ليفل بريك برودكشن، في مجموعة العناصر اللي تحقق هذا الشيء، في جهود سورية، جهود إيرانية، جهود عراقية، في جهود متضافرة لأنتج هيك عمل ضخم من مثل هذا العمل. بصراحة احنا كان هدفنا كورشة كتابة، كورشة كتابة ميم واحد، انه نحاول قدر الامكان نقدم القصة الحقيقية بطريقة درامية تكون محببة للمشاهد. يعني هم هو قاعد جاي يشوف دراما حلوة، وهم بنفس الوقت هو جاي يشوف الوثيقة الحقيقية. فهذا اللي اشتغلنا عليه بالشكل بالدرجة الأساس، اللي هو توظيف القصة الحقيقية بنسق درامي يكون محبب للعائلة العراقية. وطبعا هي حكاية أمرلي، هي قصة اجتماعية توصلها الظروف المدينة أمرلي، ونتطور وياها ونشوف أحداثها. ما أريد أحرق لكم الأحداث، بس هي بالأصل حكاية اجتماعية بإطار واقعي، بها الأكشن والحب وكل المقومات اللي يحبها المشاهد العراقي. فنتمنى إن شاء الله تنعرض الجمهور الكريم، وإن شاء الله أمر لي وحدة من مزيد من الأعمال إن شاء الله. Thank you.
جاءني أحدهم قبل أيام وهو كاتب معروف، وقال أغلب ما يعرض في رمضان ليس بالعراق، أغلب القصص المشاهدة في رمضان المسلسلات والبرامج بعيدة عن الواقع العراقي، قد تكون اللهجة العراقية وربما حتى اللهجة في بعض الأحيان غير متداولة في الشارع العراقي. عدم الواقعية وإيهام المشاهد، أعتقد هذا الأمر من راز علاج. آمرني هذه القصة الكبيرة وهذه الملحمة الكبيرة، وربما تكون عدة قصص اليوم نشاهدها في هذا المسلسل الذي دعم من قبل الحج الشعبي، وهو إنتاج كبير وأعتقد هو الإنتاج الأكبر في هذا العام. هذا الإنتاج بمشاركة عراقية سورية إيرانية، أعتقد هو وما تم إنتاجه سابقا إن شاء الله سيكون بادرة خير لقصص أكثر واقعية تجسد الواقع العراقي، البطولة العراقية، ما حدث قبل سنين ضد جماعات داعش الإرهابية أمر ليس باليسير، ربما في أي بلد، ربما في أي مكان، هذه القصص، هذه الأحداث، هذه البطولات، هذه الملاعب تجسد على شكل أفلام ومسلسلات وأفلام وثائقية، لكن في العراق أعتقد هناك تأثير واضح. ربما نحن نتطلع خير في الأيام القادمة، في الأشهر القادمة، في السنين القادمة، دعم حكومي لإنتاج محتوى يليق بالمواطن العراقي، ومحتوى قد يساهم بنشر هذه البطولات وهذه القصص الجميلة اللي ترفع الرأس، ونشر هذه القصص سواء في كان في المجتمع العربي أو في باقي الدول العربية. كل الحب والتقدير للكادر العراقي السوري الإيراني، كل الحب للداعمين بالأخص الصديق المخلص الدكتور علي الخفاف وكادره، كل الحب والتقدير للأبطال اللي قد ما نشاهدهم بالمسلسل هواي، الأبطال الحقيقيين، الأبطال الحقيقيون لهذه الملحمة، ملحمة آمرني، القائد الفذ قاسم سليماني والقائد الفذ أبو المهدي المهندس الذين ساهموا وطالوا هذه المعارك وحققوا النصر. شكرا جزيلا لكم ومساءكم الخير. عندما نتحدث عن التقصير فالكل مقصر اتجاه الأحداث الملحمية والبطولية التي حدثت في العراق. هنالك العديد من القصص، العديد من معاني البطولة التي ترفع الرأس. المؤسسات الإعلامية والفنية بكل ألوانها في العراق ملزمة بتجسيد هذه القصص، هذه الملاحم على شكل مسلسلات أفلام. مسلسل آمرني قد يسلط الضوء على جزء بسيط مما حدث في النزال التاريخي ضد جماعات داعش الإرهابية. إن شاء الله ستقبل أو ستكون هذه فاتحة خير لإقبال أو لإنتاج العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية والوثائقية التي تجسد ما حدث فعلا ضد جماعات الإرهابية وطرد هذا الإرهاب العالمي من العراق. طبعا هو المسلسل مسلسل ملحمي وجهد كبير، طاقة إنتاجية كبيرة، شارك فيه العديد من النجوم من داخل العراق ومن خارج العراق. أعتقد هنالك صورة مغايرة سيجدها المشاهد العراقي في هذا رمضان، في رمضان تختلف عن الصور النمطية التي يشاهدها في كل رمضان، التي تأخذ بالنظر باتجاه قد تكون مسلسلات أو برامج لا تليق بالمشاهد العراقي. آمرلي وكثير من المدن العراقية تستحق أن تخلد، لأنها وقفت ببطولة وشجاعة فائقة بوجه هذه الهجمة الداعشية الشرسة التي لم ترحم لا صغيرا ولا كبيرا. مدينة آمرلي حافظت
بأهلها ورجالها ونسائها وقواتنا المسلحة أيضا والحشد الشعبي، كانت السند ولو من بعيد بالخطوات الأولى لهذه المدينة أن تقف شامخة بوجه داعش. أتمنى فعلا أن تكون هذه هي الخطوة الأولى لإنتاج أعمال درامية تليق بتضحيات أبناء المدن العراقية، تليق بتضحيات أبناء الحشد الشعبي. يمكن كل واحد من أبناء الحشد الشعبي يستحق أن يخلد فعلا بعد الفتوى المباركة. تركوا عوائلهم وتركوا كل ما يملكون وذهبوا للدفاع عن أرض العراق دون النظر إلى ما سيحصلون عليه، ربما حتى الرواتب صارت في مرحلة متأخرة من ذلك، ولكن هؤلاء الأبطال يستحقون فعلا أن نقف إجلالا وتقديرا لهم. وهذا العمل اليوم هو رد دين بسيط لمدينة آمرلي ولأبطال مدينة آمرلي إن شاء الله. نشد على أيدي القائمين على هذا العمل. بالفعل اليوم الذاكرة العراقية تحتاج أن تطرس بمثل هكذا أعمال، لأنه لن يبقى في الذاكرة سوى الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية، وهي من تخلد هذه البطولات. آمرلي والمدن الأخرى مرت بمواقف شرف ومواقف بطولة، إذا نحتاج أن نبرز هذه المواقف. قد يكون البعض لم يقرأ، لم يتابع أخبار، لم يكن قريبا على القنوات الخبرية، ولكن مثل هكذا أعمال سوف تعطي بما لا يقبل الشك صورة واضحة عن الصمود العراقي، عن صمود أهالي آمرلي، عن حربنا ضد داعش، عن حرب العراق ضد الإرهاب، وبطريقة فنية إن شاء الله بالتأكيد سوف تكون رائعة. نحن سوف نكون من المتابعين لهذا المسلسل ونتمنى التوفيق للجميع. مضى على مسلسل يوسف الصديق أكثر من 15 سنة، والمجتمع العراقي والعربي عموما استقبلوا هذا المسلسل بصدر رحب. خلال هذه السنوات كنا نبحث عن فرصة للعرفان، تقديم العرفان والشكر للمجتمع والمشاهد العربي في عمل عربي خاص. في هذه المحاولة اللي حاولنا فيها الجميل المشاهد العربي والعراقي، أتيحت لنا فرصة التمثيل في هذا المسلسل المهم بدارة الإخراج الأستاذ أحمد، وحصلنا على فرصة أن نؤدي الأدوار بلغة عربية، يعني لم يتيسر لنا الحدث باللغة الفارسية أو الفرنسية الأولى، فتحدثنا باللغة العربية وحاولنا يعني قدر الإمكان نعالج مشكلة اللبسية. هذا العمل هو أصعب عمل أنا قدمته خلال جميع مسيرتي المهنية، لأنه أنا ما أتمكن من التحدث باللغة العربية، ولكن قدمت لقاءات بصوت عربي وتحدث بالعربية وأنني لا أستطيع التحدث بالعربية. آمرلي ليس عملا فنيا فقط، إنها رسالة، ورسالة مهمة، رسالة لمن لا يعرف القضية، رسالة لمن لا يفهم حجم الانتصار العظيم الذي تحقق في هذه المدينة. ليس عملا فنيا مسلسل فقط يقدم إلى المتفرج وينتهي الأمر، إنه توثيق وأرشفة للحقيقة القوية، وقوف هذا الشعب بوجه أعتى وأشر هجمة تعرض لها الإنسان في العالم ككل وفي العراق بشكل خاص. من هنا تأتي أهمية هذا العمل. الجوانب الفنية لا يمكن أن نتحدث عنها، لماذا؟ لأنها ستكون بيد الجمهور، بيد المتلقي، هو الذي سيحكم الجودة والنوعية، ولكننا هنا أمام تأكيد لقضيتنا، قضية العراق ووقوفه بوجه الدواعش وبوجه الإجرام العالمي. الشركة المنتجة عندما يعني هي مغامرة خلينا نقول وشجاعة منها إنه تحاول تنتج ما يسلط الضوء على معاناة وأيضا تضحيات أهل آمرلي وأيضا تضحيات وبالتالي نذكر أيضا شهداء الحشد الشعبي وأيضا قواتنا الأمنية في مسلسل آمرلي، لأن هي تعتبر ملحمة بكل تفاصيلها بكل مقاساها. اليوم
الإنسان في آمرلي بكل الظروف اللي مر بها، بالتالي أيضا نظهر جانب آخر التمسك بالأرض. لذلك هي كانت آمرلي هي أيقونة مختلفة عن باقي ربما المناطق التي تعرضت لاحتلال داعش، وهذا أيضا ينطي قوة وأيضا يعطي قوة باتخاذ القرار بالنسبة للشركات، شركات الإنتاج أكيد أنه هي تنتج هكذا أعمال. ونقدر نقول أنه اللي أخذ حصري هذا الموضوع هي الشركة اللي أنتجت آمرلي. وأيضا شفنا إحنا بنفس الموسم راح يتنافس أيضا مسلسل أخرى هي الساتر الغربي اللي راح يعني تنافس بنفس الموسم، وأيضا هي اتجهت لهذا الاتجاه. أكيد إذا كان أكو كاتب أو ممثل أو 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 مخرج ما راح يقدر يسوي شيء، حتى إذا كان أكو ورق حلو، أكو كاتب، أكو ممثل يريد يدخل هذه المغامرة، أكو أيضا مخرج يريد يدخل بهذه الحكايات اللي هي تبين أيضا قوة المخرج، لكن إذا ماكو جهة منتجة تنتج هكذا أعمال بالتالي ما حد راح يقدر يشتغل أو ما حد راح يقدر يوصل هذه البطولات إلى الناس وأيضا يوثقها. يعني أكو ناس تقول يعني كافي حرب وكافي كذا وكافي ما أعرف شنو، أنا شخصيا أقول لا، كافي حرب بالواقع، بس احنا نريد نوثق يعني الظلم اللي صار على العراقيين من قبل عصابات داعش. شلون توثقها؟ توثقها من خلال الانتصارات، توثقها من خلال المدن اللي حافظت على نفسها وانطت ضحايا، بس يعني ما سمحت للدواعش انه يتغلغلون كلش بهذه المدن، وهي آمرلي وبلد وحديثه، لان الثلاث مدن ثلاثه يعني صمدا صمود كلش كبير بوجه عصابات داعش. الان دور الإعلام أنه كيف توصل أو متى توصل القضية العراقية أو قضية معاناة العراقيين من عصابات داعش، مو بس العراقيين يعني حتى القوى الأمنية يعني بكل صنوفها والتضحيات اللي تقدمت لازم تتخلد. يعني هي حكاية من حكايات بلدي، هي حكاية حب وعشق لأرض أتت عليها غربان سود كادت أن تأخذ الحياة منها. حكاية مدينة آمرلي وكم من مدينة أخرى تحتاج أن نسلط الضوء عليها. في كل العالم وكل الشعوب هناك حروب، انكسارات، خسارات، ولكن في زمن نحتاج فيه إلى التوفيق الجميل الصادق، نحتاج أن نشاهد في أيامنا الرمضانية وأمسياتنا، نحتاج أن نشاهد حكاياتنا، عطاءاتنا. نحن اليوم هنا نحتفل ونحتفي بشكل أنيق، ولكن في حقيقة الموضوع ماذا وراء هذه الحكاية؟ حكاية مدينة آمرلي وراءها شهداء ودم وألم وفقدان وخسران وشجاعة وبركة من الله وحشد شعبي مقدس، وراءها سفينة قادها بتقدير البسيط بإتقان قائدا ربانا الأستاذ الكبير أحمد إبراهيم، تحية له من القلب بصدق. في كل الأعمال أعمالنا والعاملين في هذا المجال يعرفون جيدا ما هي الدراما وما هي كواليس الدراما وما فيها من متاعب ومن مشاغل ومن انتماءاتنا لعوائلنا ولمشاكلنا بخصوصياتنا، ولكني أمانة لم أرى انتماء حقيقيا من كل الكادر لهذا العمل كما رأيت في آمرلي. هناك من كان مريضا، هناك من كان لديه مشاكل كبيرة، والسفر والالتزامات وكل ذلك في كفة، وما أحسسته أمانة
من ممثل ممثل يمتلك مفرداته الحقيقية. لا أعرف لغته، ولكني حفظت نظرة عينيه، ساعدني كثيرا في الأداء، وأنا كذلك. الأستاذ الفنان الكبير مصطفى زماني كان نجما حقيقيا. لا أنسى أبدا الكوادر الفنية، تحية حب وإكبار وإجلال للحشد الشعبي وكل ما قدمه لهذه الملحمة، متمثلا بالإعلام، متمثلا باللوجست، متمثلا بالشخوص، متمثلا بسهر الليالي وما أطولها وما أكثرها. لن أنسى أبدا الكوادر الفنية الإيرانية حقيقة، التي تعلمنا منها أيضا ونحن في هذا المكان ونحن في هذا العمر ونحن في هذا المستوى من العطاء. نعم، تعلمنا هناك أشياء جديدة. لن أنسى أبدا الفريق المساعد الذي أتى به من الغالية سوريا، الأستاذ أحمد. كل أولئك كانوا ينسجون سجادة بطريقة إيرانية. وتعرفون شنو الإيراني من يقول يسوق سجادة ينسجها بعد 20 سنة؟ كنا ننسج بتأني وبألم وبمعاناة، نعم، ولكن إن شاء الله تحقق الحلم وأصبح حقيقة، ونتمنى على أحلامنا الأخرى أن تتحقق. الشعوب والبلدان تمر بفترات قاسية، بفترات صعبة. العراق من البلدان الذي مر بكثير من هذه الفترات القاسية والصعبة، حروب وخسارات. ما مرت بمدينة آمرلي وغير مدينة آمرلي، أتمنى حقيقة أنه يؤخذ بنظر الاعتبار التوثيق. نقدم دراما، ولكن من خلالها نقدم توثيق لهذه المدينة. ماذا حصل؟ الناس كيف تصرفوا؟ الحشد، ما هو دور الحشد في هذا الموضوع؟ فالحكايات، حكايات المدن وحكايات البلدان وحكايات الشعوب، حكايات لا تنتهي أمانة. فإحدى هذه الحكايات هي حكاية آمرلي. مسلسل آمرلي قبل أن يكون عمل فني هو وثيقة تاريخية لتوثيق أولاً بطولات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي والصمود الشعب العراقي في هاي المنطقة اللي هو جزء من العراق، كان يمثل العراق بأكمله ورفضه لهاي العناصر الإجرامية اللي حاولت أن تدمر هذا البلد. نقلنا من هذا العمل من خلاله هي الصورة المشرفة لقواتنا الأمنية وتضامنها، تضامن الشعب العراقي معها. نتمنى أن ينال استحسان الجمهور. فنيا راح نعتمد على رأي الناس بالعمل فنيا بعد المشاهدة، أما تاريخيا نتمنى أن ينقل لكل العالم حتى يشوفون مدى بطولات هذا الشعب وصموده ودفاعه عن العالم كله من عصابات داعش. للأعمال المشتركة بها الكثير من الفوائد للطرفين دائما، سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد التسويق. معروف إنه هذه يعني الخاصيتين في أي عمل هما أساسيات. الإنتاج اللي هو عملية طبخ وترتيب وتركيب العمل وحيثيات ملابس مكياج ديكور إخراج كل التفاصيل. أما الشق الآخر المهم هو شق التسويق، وكلما كان في يعني أكثر من جهة أو دولة مشتركة في عمل، كلما كان إنتاجه تسويقيا أسهل. مو بس مجد يعني مؤسسات العسكرية أو الوطنية، وإنما أيضا أسس لفكرة المواطنة والدفاع عن المدينة نفسها. أي مدينة أنت
تسكن بها يجب أن تشعر بالانتماء لها، ودائما تحاول أكيد تدافع عنها لأنها مدينتك هي يعني بدل العراق كله. كان الحشد أيضا يساعدنا يعني خارج التصوير، كان له دور كبير جدا في توفير الأماكن، في توفير الأمن، في توفير الأعداد الكبيرة من الفنانين، في النقل، في التوصيل، حتى يعني لوجستيا كان جدا جدا رائع. يعني الحقيقة مو بس أمام الكاميرا، احنا اللي يهمنا أيضا خلف الكاميرا، لأن خلف الكاميرا هو اللي يولد العمل.